معك. والله شوف، انا طبعا الامير نواف بن سعد ما عرفت به قصيره، كان نائب رئيس النادي موسم 2008 2009، بعدين في نص الموسم انا كان عنده ابنه كان مريض وراح لامريكا. بصراحه الشخص هذا اذا السعوديه ما تستفيدش منه في المنظومه الرياضيه، اول شيء عنده فكر رياضي ملم بكره القدم من الناحيه الاداريه، قربه للاعبين، حب النادي عنده فوق كل شيء، عمله دوب طبعا كلهم. شوف النادي الهلال تعاملت معهم 3 سنوات، انا لعبت في 12 نادي ابو جود. نادي الهلال كاداره ما عمري شفت اداره تشتغل بالطريقه الاحترافيه هذه، كل واحد عنده دور في الاداره، الرواتب عنده دور، خالد المغيربي عندك المسؤول اللاعبين المحترفين، مسؤول اللاعبين المحليين، الهلال منظومه متكامله. وصعب تلقى معنا جمهور متفقين على الامير مثل نواف بن سعد، خدم النادي، خلينا البطولات، كان قريب للاعبين، انسان يشتغل بالنظام. وهذه الشخصيات وهذا النموذج بصراحه السعوديه نتمنى يكون عندهم اشخاص مثل نواف بن سعد، يقدر معناه يرتقي بكره السعوديه في المستقبل الى الامام. وبصراحه اللقاء كان ممتع، تبعتني في فقرات كثيره سواء الجزء الاول والجزء الثاني، واعجبني صراحته وتكلم بكل وضوح في اشياء كثيره، وهذا هو المهم في الوقت الحاضر انك تتكلم وتكشف اشياء ممكن حتى الجمهور كانت غايب عنها.